نرحب بكم في الفقره الثالثه في برنامجنا كاش على الهواء. الفقره الثالثه قاعدين نحن اليوم داخل حديقه دبستي. خلينا نتعرفوا على سؤال الفقره الثالثه في برنامجنا لقاء الشارع، وان شاء الله نلقوا حد يفوز معنا عشان نعطوا جوائز مقدمه من رعاه برنامجنا. سؤال حلقتنا اليوم الفقرة لقاء الشارع هو مصنوع من المية، ولو خش المية يموت، اسمه فيه الحاء ورد بالك تقول الحوت. الانزيل مصنوع من المية، مصنوع من المية اسمه فيه الحاء. فك شنو اسمع من الحا يقولوا حاجة مستعينوا بصديق نتصلوا بحد نولع المايك نتصلوا نوح الحاجة ربنو. والله نكلم خويا خويا اسمع في الحارة وخش المي يموت. بيرنا يا عمو ها؟ لا انا نقرا فيه شويه نستعين بواحد اخرى هذا مش مشكله نعطوك كي فرصه تستعين بحد اخر تستعين بمن تو الله نستحين بصاحبي هذا ما يعرف بسم الله شاطر صاحبك هذا والله ان شاء الله شاطر هو كل حل الفوازير عاتيه بس كان فزت وغشش غشك سعد حتقسم عليه جائزه ولا اكيد هذه ساعات الجو والله الحمد لله تمام يا سعد احنا في برنامج مسابقات ترى فاطلبوا استعانة بصديق السؤال مصنوع من المية ولو خش المية يموت اسمه فيه الحاء ورد بالك تقول حوت كيف مصنوع من المية ولو خش المية يموت اسمه فيه الحاء ورد بالك تقول حوت مصنوع من المية واسمه يبدأ بالحاء مش يبدأ هو فيه الحاء اسمه فيه الحاء ده طب يتاكل ولا لا يا سعد اوكي باي ما عرفتهاش شو ماشي شكرا يا سعيد شكرا لا نقدر نغير السؤال لا مش نغير شنو لا مش قوي يعني بس انت سهلها شويه حاجه بتتاكل او ربما طب جماد الحوض باي حاجه اي حاجه اي حاجه توضح الموضوع شوية الحليب لا لا مش مصنوع اللبن لا بس بتعرف تشرب مية بس ما ويبوز لو دخل فيه مية لا سواء الجماد حي شنو هاي اعطوك اخر خيارين هاي انت قول خيار وما دام قول خيار ما
ما جبتها هي بروحها هي على بعضها ما جبتهاش. شنو يا مدام؟ صعب بصراحة. صعب. ملح. أكيد. أكيد. كيف عرفتيها؟ مصنوع من المية هو. ولما تحطه في المية يذوب. ايه يبدو مية الملح هو بدايته. والله فعلا. شفتها مكان عمادي المدام جابت لك على طول. يعطيكم الصحة إن شاء الله. وربحتوا معنا جوائز مقدمة من رعاة برنامجنا. أعطينا أول جائزة. ونظر ان برنامجنا كاش الهواء نبدا بجوائز الكاش. رايكم تمام؟ جاهزينه؟ جاهزين. وعندكم اول جائزه 500 دينار كاش مقدمات من بلعون للعطور الراعي الفضي لبرنامجنا. مش خساره فيكم المدام ولا لك؟ هي اللي جاوبت ترى. بارك الله فيك سلمى. يلا. وعندكم كوبون قيمته 100 دينار مقدم من محل صدى لخدمات الهاتف المحمول. كوبون قيمته 100 دينار يتفضلوا ونزيدو كم اخرى كوبونات. وعندكم كوبون قيمته 50 دينار مقدم من عزو للمناسبات مكانهم في منطقه الحبر. تمام؟ ومازال خير واجد. وعندكم كوبون تاشيره بريه مقدمه من شركه مكناس للسفر والخدمات السياحيه. تفضلوا. تمام؟ ومازلنا نزيدو كم اخرى. وعندكم كوبون قيمته 100 دينار مقدم من مركز جنى لطب الاسنان مكانهم في شارع فينيسيا. هيا مدام. تمام. جاء في وقت الاسنون زعما. جاء في وقت. وعندكم كوبون قيمته 100 دينار مقدم من سيتي مول بنغازي لملابس النساء والاطفال والرجال. وعندكم كوبون اخر قيمته 50 دينار مقدم من علال البن. تمشوا الفرع الصابري فرع جديد تاخذوا منه قهوه باهي. تطلعوا من هنا على طول شنو؟ للعلا. وعندكم كوبون قيمته 50 دينار مقدم من ركن الغربي للحلويات مكانه في منطقه الحدائق ومنطقه بلعون. حتى هو تاخذوا شنو حاجه للسهره اليوم مع الشي وحليب باهي ولا مع القهوه. وعندكم كوبون قيمته 100 دينار مقدم من لميس للمنظفات الراعي البرونزي لبرنامجنا. هذا المطهرات والحاجات كي باهي اكثر حاجه نستخدمه فيها تيلي. وعندكم كوبون وجبات مقدم من مطعم تانجو فرع طريق النهر. هذا كوبون عشاء باهي ان شاء الله هاي. وعندكم كوبون اخر قيمته 150 دينار مقدم من محل توب شوب فرع بنغازي لملابس نساء والاطفال ورجال مكانهم في شارع فينيسيا متفرع من شارع عبد الصمد. تمام. ونزيدوكم اخرى. وعندكم كوبون جلسه حلاقه كامله مقدمه من الكعكي في اي بي. هذه شو عادل جت من حظها حصه ولا حاجه تو. يلا بسم الله. وعندكم كوبون جائزه قيمه مقدمه من معرض شاطئ السنابل للمواد المنزليه والكهربائيه مكانه معروف شاطئ السنابل في منطقه الحبه مقابل قصر عبد اسماعيل. تمام. يلا. وعندكم اخر كوبون برضو كوبون مقدم من محل الصدى لخدمات الهاتف محمول كوبون قيمته 100 دينار مكانه في شارع عبد الجليل. وهذا الظرف عاد تحطوا فيه الجوائز. مبسوطين معنا؟ ما زلنا نجدوا لكم جوائز باهي. وعندكم جائزه قيمه وهي عباره عن ساعه مقدمه من لندن للساعات والنظارات. اعطونا يا شباب. وعندكم برضو جائزه قيمه مقدمه من محل المقاول لوازم البناء ومواد الصحيه. تمام. حتى هذا شكله جاء في وقته صح؟ يلا. وعندكم مجموعة سلع غذائية مقدمة من شركة الصباح للصناعات الغذائية. نحطها لوطة هذه. عندكم أربع أصناف أو خمسة يا شبابه. ما شاء الله الخير واجد. أعطينا الخامس هي مش خسارة فيه. خمس أصناف غذائية مقدمات من شركة الصباح للصناعات الغذائية. وإن شاء الله انسجمتوا معنا. إن شاء الله. بارك الله فيكم. ان شاء الله كلامته بخير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. شنو يا حاج؟ نشكر برنامجكم على الاستضافه والهدايا القيمه. ان شاء الله ربي يوفقكم. هذا نصيب كمان. ان شاء الله بارك الله فيك. السؤال وكان نصيب. ان شاء الله بارك الله فيك. ان شاء الله. اهلا. شو دير انت انا؟ بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. انت شدير يا رجل. مش كنت في الشاشه انت؟ نقول لك حاجه تموت على العكوس. توهذ كنت نعلق الحلقه وكنت نشكر فيك والله. لا تشكر فيها شيء خليها غير نختم الحلقه بس. مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نتلاقوا معاكم في حلقه بكره في برنامجنا كاش على الهواء.
والله كنت نشكر فيك. ريرمي 7 جائزة المشاهد 20 جيجا مقدم من محل الصدى للهاتف المحمول. للمشاركة والفوز بجائزة حلقة اليوم أرسل كلمة كاش على الهواء على الرقم 092-01-49. وسيتم على الفائز على صفحة البرنامج كاش على الهواء. كاش على الهواء مع معتصم الفيصل. اقرب جرب لا تتهرب، فكر حاول جاوب تكسب، ركز صح صح لازم تربح، كاش في يدك فوز وافرح. كاش على الهواء ما معتصم لا يمكن تخسر، كاش على الهواء نضحك ولا ما حتكسب دي لمعة، كاش على الهواء ما معتصم لا يمكن تخسر.